قال أبو سعيد يا ابن رسول الله. شو هيك كانوا يسموهم؟ يعني في ناس اليوم هذول الذين أكل النصب قلوبهم، هؤلاء الفجرة الفسقة، يغضبون إذا سمعوا أمثالنا يقول إيه ابن بنت رسول الله، ابن رسول الله. لا ليش يقول ابن بنت رسول الله؟ إيه تبا لك ولأهلك، هذا ابن رسول الله يا جاهل. وهكذا كان إيه يسميه الصحابة، هو ابن رسول الله، هو ابن فاطمة يعني ابن مين؟ ابن رسول الله. والنبي قال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أعجله. ابني ليه؟ أنت شيعي متشيع، إذا هذا تشيع شيعي وإلي الشرف ولأهلي ولأصلي وفصلي، وأنا بريء منك ومن أمثالك يا ناصبي. شي جنن يا أخي، إيش الحقد هذا؟ إيش القلوب هذه؟ ليه 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 الرغبة في تنقص أهل بيت محمد يا أخي؟ شفعهم الله فينا، اللهم أمين. فقال أبو سعيد يا ابن رسول الله إنك لما مررت بنا أمسي، فأخبره بالذي كان، قال له هيك حصل كذا كذا، وهو قال كذا كذا، قلنا له القصة كلها، أخبره بالذي كان من قول عبد الله بن عمرو. فقال حسين، اسمعوا الكلام، فقال حسين أعلمت يا عبد الله أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ تعرف الحقيقة هذه؟ قال إيه ورب الكعبة، أعرفها بخصم عليها، إيه ورب الكعبة. قال فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؟ فوالله لأبي كان خيرا مني. إذا أنا عندك وفي اعتقادك أحب أهل الأرض أهل السماء، أبي كان خيرا مني، لماذا قتلتم عليا عليه السلام؟ قال أجل، ولكن عمراً عن أبيه عمرو بن العاص، ولكن عمراً شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً إن عبد الله يقوم، هذا إيه؟ عمرو بن العاص يقول للرسول، فقال الرسول إن عبد الله يقوم بالليل ويصوم النهار، أو قال له يقوم الليل ويصوم النهار، فقال لي رسول الله يا عبد الله صلي ونم وصم وأفطر وأطع عمراً. قال فلما كان يوم صفين أقسم علي أبي عمر، أقسم علي، فخرجت معه، أما والله ما اخترطت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم، بس هيك رحت هيك عشان بس أبي. قال الحسين فكأنه، يعني ممكن العملية صعبة، كأنه إيش كأنه يعني؟ يعني ممكن ربنا يتقبل إن شاء الله منك العذر هذا. ما قالوش لا 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 أنت صحابي، ألم تقرأ ماذا قال ابن حجر وابن تيمية وابن القيم والسخاوي وفلان والسيوطي؟ أنت صحابي، وابن حزم، ابن حزم ونقله ابن حجر في مقدمة الإصابة، أنت صحابي مقطوع لك بالجنة، نقطع على غيب هذا. هذا هبل، هذا اسمه هبل، هذا ما كانش يقال ولا واحد يفكر فيه، هذا من تأليفاتنا يا أخي، من حماقاتنا، هذا مش صحيح، هذا الكلام كله مش صحيح. عبد الله خايف وحزين، والحسين ما قالوش، قال له فكأنه إن شاء الله، يعني نقول إن شاء الله نرجو لك، نرجو أن يتقبل الله هذا العذر. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار الجزء السابع يقول أجمعت العترة، وعلى فكرة إجماع العترة حجة، أنا عندي حجة، إذا العترة أجمعت انتهينا ولا واحد يتكلم، وهذا أهل السنة لا يقبلون هذا الكلام، وهو نص حديث رسول الله. أنا غريب يا أخي، إجماع الأمة، الإمام الشافعي قيل قرأ القرآن 300 مرة وقيل 250 مرة عشان يلاقي حجة على الإجماع، بعدين لي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم، قال هذا فيه دليل على الإجماع. العترة النبي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. معناها إجماع العترة عديل الكتاب، إجماع العترة هو خط الكتاب، صح؟ الشوكاني يقول أجمعت العترة على أن مقاتلة البغاء، لا أدري قال خير من الجهاد كالحنابلة أو من أفضل الأعمال على الإطلاق، لأن البغي بمنزلة الذي يحدث في المسجد، من ألعن القاذورات والنجاسات البغي على إمام الزمان الذي فعله معاوية إمام الفئة الباغية. لا 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 بس انتبه لحق نفسك يا عدنان إبراهيم، لا 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 لا، معاوية متأول مجتهد، حنشوف كله حيجي في وقته، حنشوف هالمتأول والمجتهد واللي قصده الخير واللي عنده شبهة، وهل في تأول في مثل هذا الباغي؟ حنشوف إن شاء الله، كل شيء سيأتي في وقته، ما تستعجلوش، هما كل حلقات عن هذا الحديث، نريد أن نفهم هذا الحديث. شفت هذا الشرح، يا ليتنا وجدنا شارحا
ابن الملقن، المهلب، ابن بطال، ابن عاشور، ابن حجر، ابن رجب، يشرح حديث الفئة الباغية شرحاً مسهباً في 200، 300، 400، 500 صفحة، صح؟ حق هذا الحديث أن يشرح في مجلد، صح؟ ويمكن جداً، يمكن جداً، لأن شرح هذا الحديث يحتاج أن تعيد النظر في كل ما وقع في الجمل وفي حتى في الجمل وفي صفين وفيما بينهما، لأن معاوية فيما بينهما غزا مصر يا حبيبي قبل صفين. هذا لا يقرؤونه، صح؟ لماذا تغزو مصر؟ أنت لسه ما صارش في قتال وما صار كذا، عنده هدف في الاستيلاء على الملك الرجل، قلت لك الأشياء واضحة، لكن لا يقال هذا. على كل حال،